تصور الفيديو. اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان وبث مباشر جديد، وبثنا الان من مدينه طهطا شمال محافظه سوهاج، حيث اندلع قبل قليل حريق هائل بمعرض للمستلزمات والملابس الجاهزه بمدينه طهطا مكون من طابق واحد، وتم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء الى مكان الحريق والتي تمكنت من السيطره عليه واخلاء المعرض بالكامل، وتم الحد من الخسائر الموجوده بالمكان، والحمد لله لا توجد اي اصابات من العاملين داخل المعرض. هناك فقط 3 حالات اغماء حدثت من تدافع الاهالي اثناء المشاركه في عمليه اخلاء المعرض من محتوياته. المعرض هنا الذي نشب به الحريق في شارع بورسعيد بجوار شارع عبدين، وهو مكون من طابق واحد به عدة بكيات مختلفة للمستلزمات من ملابس جاهزة ومستلزمات عرائس وخلافه. على الفور فور وقوع الحادث انتقلت إلى هنا سيارات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، وانتقل على الفور اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إلى مكان الحادث الذي تواجد فيه منذ اللحظات الأولى، وباشر بنفسه أعمال الإخماد والإخلاء. كما تشاهدون عدد من المعدات الثقيلة هرعت هنا إلى مكان الحريق بالفعل منذ اللحظات الأولى، وهذا ما سهل على عملية الحماية المدنية على عملية إخماد الحريق. كما انتقل إلى مكان الحريق الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج بتكليف من اللواء طارق الفقي الذي كلفه بسرعة الانتقال ومتابعة الحريق بمكانه للتأكد من كافة الإجراءات. من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا هنا بالدفع بكافة الفرق والخاصة بالعمليات وغرف الأزمات والكهرباء والماء وشركة الغاز من أجل المتابعة القريبة للحادث للتحرك الفوري في حالة وقوع أي أخطار. أذكركم بما حدث، الحريق وقع هنا بمعرض للملابس الجاهزة ومستلزمات العرائس بقسم طهطا، تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة للحريق وأطقم الإطفاء ومجلة، والآن تجري عمليات التبريد لمكان الحريق للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى. حد معايا بس. طيب شوف المعرض. ما
معرض بملايين بضائع تحب تكون قرابة. هذا هو المعرض الذي نشب به الحريق، لم يتبقى منه إلا الصاج الحريق الحديد فقط بعد انتهاء الحريق الذي تمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وقوات الحماية المدنية الآن تجري عملية التبريد لمكان الحريق للتأكد من عدم وجود أي نيران كامنة أسفل هذا المعرض. تم إخلاء المنازل المجاورة والملاصقة للمعرض للتأكد من سلامتهم وتأمينهم بالكامل حتى يتم رفع أنقاض المعرض وعودتهم مرة أخرى لتأمينهم وسلامتهم. أول واحدة دت بعد 5 دقائق رئيس المدينة، أحسن واحدة. انت حضرت الحريق من الاول. شهود يعني انت من ضمن شهود العيان. الحريق على محل الفاكهه اللي جنب المعرض. محل الفاكهه، ايه اللي حصل بالظبط؟ هو الراجل صاحب المعرض ده طلع من بره وقعد يصرخ ويقول في ولعه في ولعه ناس في ولعه، الناس اتلمت دخلت عليها لقيت الولعه ده هدرت، فراحوا متصلين بالمطافي كمان. انا عرفت ان الاهالي، انا عرفت ان رئيس مجلس مدينه الطحن هي اول وحده، اول وحده جات في المجدات كله في 5 دقائق. الدكتورة كانت متواجدة في المكان. كمان أنا عرفت إن الأهالي شاركوا في نقل وإخلاء المعرض. كل الأهالي شاركت فيهم. تمام. والأهالي زي ما احنا شايفين دي بقايا الحريق من المعرض، الصاج الخاص بالحريق بعد إخماد الحريق بمكان المعرض الموجود هنا. انتهى بثنا المباشر من داخل المعرض المحترق بقسم طهطا دون حدوث خسائر بالأرواح، ولكن كانت الخسائر قليلة في إصابات اختناق من تدافع الأهالي بمكان الحريق. كنت معكم من هنا من داخل المعرض المحترق، محمود مقبول، اليوم 7.